نبيلة نهضروا على العقيقه بالنسبه للكوبل ديال مراكش. بالنسبه واش اللي نبغي نسولك بما انك كنت يعني فارمي الناس اللي كانوا واقفين على التنظيم، واش خدا زعما المستحقات او المبلغ اللي جمعتوا ليه كامل؟ اولا للتوضيح، انا ما كنتش من المنظمين، بينما كنت صاهرين واقف وزعما من الصاهرين. لا صراحة ما كانش ليا شي دور في التنظيم، مي كنت كنراقب عن بعد صراحة المجهودات ديال كاع الناس اللي وقفوا، اللي كنعاود وكنعاود نجدد لهم الشكر. الحمد لله ليفينمون داز على أحسن وجه ولقى نجاح كبير 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 كبير. كيف ما شفنا بيان سيغ هذا الشيء بشهادة الجميع، وتوثقوا كنتوا حاضرين. ياسين الحمد لله تلقى وباقي تيتلقى لحد الآن من عند المغاربة، من عند فنانين اللي هذا الشيء ما يمكن هما ما يبغوش يذكروا الأسامي ديالهم داك الشيء لوجه الله. الحمد لله أكبر فرحة كنشوفوها أننا شفنا ياسين واقف على رجليه، وإن شاء الله غادي يكمل حياته وفرحان لواحد الدرجة ما كتصورش. هاد الفرحة لمسناها فيه، ماشي زعما ملي كيكون قدام الميديا ولا، لمسناها فيه في حياته العادية عن قرب. هذا فضل كبير من انك كتشوف دموع الفرح لدرجه انه بكى بالفرحه. كنتمناو ليه التوفيق في حياته العائليه، وان شاء الله حياته المهنيه، ويكون مع ولده ومع مرته سهام على احسن وجه. كنتمنى لهم كاع التوفيق. بالنسبه بزاف ديال الناس انتقدوا العرض ديالك انت وشاكيرا، وخصوصا وجهوا انتقادات اكثر لشاكيرا، شنو الرد ديالك على هاد الناس اللي ما عجبهمش العرض؟ اولا كنبغي نقول ان العرض يعني كانوا الناس كانوا عائلات في الحفل، وانتم شفتوا كيف وثقتوا الحضور ديال الناس. غنبغي نوضح ان يعني شوف، انا ملي غادي نصور كيف ما قلت سابقا، وغادي نكادري مناطق من هذا وغادي نزومي، حنا كاع كنعرفوا التصوير اللي بيتركز على شي حاجات بلا ما نزيد نعطي ديتاي اكثر. لكن الحركات التصوير ما بدلهمش، التصوير تبع غير الحركات. اشنو هما الحركات؟ هذاك رقص. الناس اعتبروه حركات مثيره. والناس اللي اعتبروها مثيره اش غادي نديروا؟ المهم احسن حاجه هي ان الحفل كان ناجح ولقى اقبال، وكو كان زعما هاد المثيره اللي كتقولي يعني احنا ماشي ميعين لهاد الدرجه غادي نشوفوا لايف حركات كيف ما توصفات، لاني سمعت واحد الوصف ما عجبنيش وغادي نسكتوا عليه. احنا ما يمكنش كمغاربه نسكتوا على هذاك الوصف كون كان بصح، يعني كان الجمهور غادي يكون عنده ردة فعل، ما يمكنش انا زعما نكون واقعيين واحد شويه. هذا ما كان واخا. كذلك كان عندك في واحد التصريح او ديكلاراسيون انك حاولتي انك ما تهضرش على الاب ديالك بطريقه زوينه، وبزاف ديال الناس قالوا ولو يكون الموضوع هذاك كيبقى الاب ديالك، شنو الرد ديالك على هاد الناس اللي حكموا بلا ما يعرفوا شنو هي القصه؟ هذا الموضوع ما كنفضلش نهضر فيه اول شيء، وما كنتش كنبغي نهضر فيه، ولكن انا اولا ما كنحتاج الشفقه ديال حتى شي واحد، الحمد لله قاد براسي ربي معايا. ولكن هذا السؤال اللي ما عرفتش نسال انه تطرح عليا بزاف المرات، كنت ما كنبغيش نجاوب لانه كيبقى مساله خصوصيه. ولكن ملي الناس كانوا مقربين ليا وكان لي عليهم فضل، وليت بحال كنتهدد على بحال هذه مسبه، صافي ملي تسولت وضحت شنو كاين. ناس في حياتي الخاصه عارفين عليا المصداقيه، ما يمكنش انني غادي نمثل قدام الكاميرا ونقول لا كل شيء مزيان، وغادي ندعي ان الامور كلها على احسن وجه. وكنبغي نوجه شكر لان وصلتني حالات من بزاف ديال الناس، كنبغي نقول لهم خدموا على راسكم والحمد لله الحياه كتعطي بزاف ديال الفرص. كانوا عظماء في التاريخ، تربوا بلا اب، كاين اوباما، كان ليوناردو دافنشي، نيلسون مانديلا، مارلين مونرو، رائحه طويله في جميع المجالات. يعني هذا ماشي غيخلي لك عائق ولا عقده في حياتك، بالعكس. تهلاو في مميماتكم، تهلاو في والديكم، حتى اللي عنده باه يتهلا فيه. اليوم نبيل واش حاقد على الاب ديالك؟ شوف نقولك واحد الحاجه، الاحاسيس ديالنا ما غاديش نتحكموا فيها، داك الشيء كيكون من عند الله. انسان كتحبو كتحبو، انسان ما تتحبوش ما تتحبوش. ما غيمكنش لينا غادي شي واحد ما تنحبوش غادي ندعيو الحب، داك الشيء من عند الله ما كنتحكموش فيه. ما يمكنش نبزو على راسنا باش نبغيو شي واحد. انا عندي حاله ما بغيتش ندخل في تفاصيلها،
ونبغي صافي لانني هضرت بزاف في هذا الموضوع نفضل ما نكملوش فيه بزاف. بالعكس ما هضرتيش فيه بزاف، هذا الشيء علاش الناس كيتسائلوا، يعني شافوك داك المره في لي ديكلاراسيون اللي كنتي عطيتي على ان متاثر، وو ميم طون قالوا على ان زعما هو ولو يكون الاب ديالكم ما قدروا يحكموا، قالوا على ان شنو ما كان دار لك هو كيبقى الاب ديالك، فما خصكش تدوي عليه بديك الطريقه. الاب باش يكون اب علينا عليهم حقوق وتا هما عندهم واجبات علينا، هذه اول حاجه. لا جا وطلب منك السماح؟ لا ما يمكنش. نتمنى ولو نبدلوا الموضوع، لان هذا احنا فرحانين وبغينا نكملوا الفرحه مع الاخ سيمو ديالنا ان شاء الله، ها هو تا هو منور ان شاء الله، ونتمنى ليه التوفيق.